انا رح موت هون، ما رح تنفذوا. انت هي مسؤوليتك ورح تتعاقب. سيدي بنعمل له اسعافات اوليه. لا اكيد لا، هو عم ينزف كثير، اتصل بالاسعاف. الو اسعاف؟ هي لأنك فكرت تأذيها لبنتي، وهي لأنك صرت تقلب بنتي عليه أنا، وهي لأنك دخلت بيتي وحاولت أنه تجبر حالك على بنتي. تك تك تك، أنا جايكي يا أبرجيتا. كأنه الصوت جاي من المغسل. مانيش، لازم تشوف بعيونك، لك هنن ما عم يحكوا مع بعضهم حتى، ولسه بدي أعمل بيناتهم خلافات كتير كبيرة، وأول عن آخر أكشاي رح يرجع لعندي أنا، ما عنده خيار تاني. كنت بعرف رح ترجع حبيبي. كنت عارفانة متأكدة رح ترجع لعندي مثل الأول. شكراً 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 لأنك سامحتني. أنا ما أجيت لأني سامحتك أو لأني رجعت لعندك بنوب. وين الدواء يلي عطتني إياه نيها؟ معناتها ما بيعرف شو هو نوع الدواء، بس معقول يكون عرفه. شو أعمل؟ لشو؟ لأني نمت 3 ساعات بعد ما أخذت من هذا الدواء. كنت مخطط أطلع مع البنات ومع أبرجيتا كمان، كنت حابب أطلع معهم بس ما قدرت. مو لأنه حضرتك ممكن تكوني عطتيني دواء غلط كرمال تعملي مشكلة، وهذا يلي بدي أعرفه. شو بدك؟ بدي منك تضربني. إذا ما بدك تسامحني على الماضي ويلي عملته اضربني. يلا اضربني، صراخ بوشي شو ما بدك، بس على الأقل لا تتهمني هيك اتهام. من كل عقلك مفكرني إني شريرة هالقد لحتى أعطيك دواء مختلف؟ أنا عطيتك الدواء تبعك أنت يلي الدكتور وصف لك ياه كرمال تتعافى بأسرع وقت. أنا بقرر هذا الشيء، أعطيني الدواء بقى. وين الدواء؟ لك وين الدواء؟ جيبي.
شو ما عم تلاقي؟ هدول فيتامينات. أنا شو كنت عم حاكيك؟ أعطيتك الدواء اللي الدكتور وصف لك ياه وبس، بس أنت ما أنك عم تصدقني. خلصنا، سلام. كان رح يكشفني؟ لازم أخذ حذري أكتر من هيك، ما فيني خرب الخطة تبعي بعد ما بلشت تنجح. كنت عم تلحقني؟ أحكي الحقيقة لشوف. طيب بس عطيني فرصة لحتى جاوب. ما بدي اسمع شي غير انك تقلي. لا ليش وقفت؟ طولي بالك علي، طولي بالك. خلص وقفت، جاوب. انت شو يلي جابك لهون؟ خالتي شوفي، بعتذر منك، كان غلط مني ادخل هيك، بس صدقيني انا مو قصدي سرقة او شي سيء. ماما هذا عم بيحاول يكسب تعاطفك بانه يعمل حاله. لا توقف، انا ماني قصدي اسرق وانا ماني شخص سيء. لا بعد تضربيني وقفي، خليني جاوب بصراحه. خالتي ما عندي نيه سيئه وما كنت عم الحقكم، وانا بصراحه يعني انا شنطايتي انسرقت. شنطايتك؟ لا مو هي، كان معي وحده اكبر منها وهي اللي انسرقت، كان فيها مصاري وجواز السفر تبعي. هو انا كنت مارق من هون وشفت مغسله آشا بوشي وهذا الشيء فقلني شوي، لهيك دخلت لعندكم لهون، بس مو اكثر من هيك. ما فيك تضل نايم عنا، شو شايفنا فندق؟ بعرف منكم فندق، قولي بالك. وقفي ديشا، خلينا نسمعه. انا ما عم بقول انه هذا فندق يا خالتي، اول شيء انا ما معي مصاري اصلا، فكيف بدي اقعد بفندق قليلي؟ ثانيا انا اجيت لهون كرمال هذا السقف يحويني هذا اليوم. اسمع لشوف، في اكثر من 700 مغسله بمنطقتنا، شو اللي جابك لهون تحديدا؟ لك بالصدفه، هي صدفه، ما بتحضري افلام انت؟ انا بموت بالافلام، اصلا الحياه بنظري كلياتها صدف، الصدفة هي اللي جابتني على هي المغسلة، أكيد في سبب ورا هي الصدفة. ايه روح شوف أسبابك بمكان تاني، ما فيك تبقى عنا نهائياً. لا تضربي، خالتي وقت مستقطع، وقت مستقطع. شو معناها؟ مثل الاستراحة، بالأفلام وقت البوشار. بوشار؟ أنا رح ورجيك كيف. لا أنا بس كنت عم أقترح، ما قصدي شي، عم أقترح، كنت عم أقترح بس. بتجيبي بوشار وبتروقي وبتقبلي تسمعيني شو رح أقول بقى لو سمحتي، خلص روقي. آشا شو بدك تقول ابني؟ خالتي بكفي بقى ديشا. خالتي أنا ما بحني راسي غير لثلاث أشخاص مهمين بحياتي، يعني أمي وأم أولادي المستقبلية وحماتي كمان، لهيك